الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ما هو وما أهميته؟ مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. المشروع عبارة عن ممرين، وهما الممر الشرقي يربط موانئ الهند بمظيرتها في السعودية والإمارات، والممر الشمالي وهو عبارة عن خطوط سكك حديدية عبر دول الخليج حتى الموانئ في الشمال وصولا إلى دول أوروبا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقع مذكرة تفاهم للمشروع خلال أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند في سبتمبر عام 2023، وتشمل الدول المشاركة فيه كلا من الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع لربط أوروبا وآسيا بالمراكز التجارية وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها ودعم التجارة والصناعة القائمة، بجانب تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، ويسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي عبر تحسين شبكات الطاقة والربط بخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال الكابلات البحرية لتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، ومد خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الهيدروجين، مع ربط المجتمعات بالإنترنت الآمن والمستقر. ليس هذا فقط، بل سيضيف المشروع استثمارات في البنية التحتية، وسيختصر المسافة نحو أوروبا ما بين 3 إلى 6 أيام، ما سيوفر الوقت والمال ويزيد تدفق السلع والخدمات ويعزز التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ويدعم المشروع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً في الشرق الأوسط. فبحلول عام 2026 تعتزم السعودية إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، باستثمار قدره 8.4 مليار دولار لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يومياً. وبحلول عام 2030 ستصبح المملكة قادرة على تصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين النظيف، وسيكون الاتحاد الأوروبي واليابان أبرز مستورديها. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، فإن المشروع سيكون الرابط الأكثر بين الهند ودول الخليج وأوروبا، وسيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%. ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع تحديد القطاعات التي تحتاج إلى الاستثمارات وكيفية ربط البنية التحتية في تلك الدول. ومن المتوقع أن ينال المشروع دعماً أوروبياً كبيراً، مع خطة الاتحاد الأوروبي لإنفاق 300 مليار يورو على استثمارات البنية التحتية في الخارج بين عامي 2021 و2027 للدفاع عن المصالح الأوروبية.